بحلول عام 93 احتلت الإنترنت نشرات الأخبار. الظاهرة الجديدة المسماة الشبكة العالمية الواسعة سجلت 15 مليون مستخدم آنذاك، ومع أن هذا الرقم قليل نسبة إلى نحو 2 مليار شخص يستخدمون الموقع اليوم، فهو كان لا يزال إنجازاً ثورياً بالنسبة لتكنولوجيا كانت مجهولة حتى قبل 2 سنين في ذلك الوقت. ماذا كان يفعل كل هؤلاء الناس؟ يتواصلون؟ يتشاركون؟ أو إذا كان كذلك، ماذا كانوا يتشاركون وكيف؟ الآن يمكننا أن نتشارك ليس الصور والنصوص فحسب، بل الخدمات والمنتجات. يبدو وكأن الشبكة العالمية الواسعة وجدت لأجل الأعمال. إنه لمثير أن كل من يمتلك موقعاً على الإنترنت قد يصبح مليونيراً بين ليلة وضحاها، لكن لا أحد قدر قيمة هذه الشركات الافتراضية الجديدة. مع ذلك أرادوا جزءاً منها، ابتاعوا أسهماً في شركات اعتمدت خططاً صغيرة وغير واضحة حول كيفية تحقيق الربح. إن طفرة ما يسمى بدوت كوم ظهرت لأن مواقع الإنترنت قدرت بأكثر من قيمتها الفعلية، ما خلق بلبلة مالية بين العامين 95 و2000. عندما بدأ المستثمرون بالتساؤل حول الأسعار المرتفعة في شركات الإنترنت الجديدة هذه في مارس عام 2000، آنذاك تغيرت قيمتها كي تعكس في النهاية حقيقة وضعها. للأسف أدى ذلك إلى انهيار عندما أفلس الآلاف وضاعت مليارات الدولارات عند انفجار الفقاعة.